أنا بطلب من المصريين طلب، بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. أنا عايز حضراتكم يا كل المصريين تنزلهم عشان تفكروا الدنيا كلها بإن أنتم لكم إرادة ولكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا. إن لو لجأ للعنف أو لجأ للإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب.